ايه؟ ايه ما سمعتش؟ ولا عايزني اعيدها لك تاني؟ تعيسان انا قاتل نديم باشا؟ مش احسن ما هو يقتلك؟ هو يقتلني ليه؟ تفتكر لما هيعرف عن القعدة الحلوة قوي اللي احنا قاعدينها مع بعض لوحدنا دي هيكافئك؟ انا ده انت طلعت جبان جوب. امال عماد القط ايه؟ ده كان لازم كده بقى يسموك عماد الفار. طلعت في شنك قوي بقى يا راجل يا عبيط. تفتكر يعني ينفع اقول له حاجه من اللي بينا؟ طب هقول له ايه؟ ان ظهري كان بيوجعني قوي وانك عملت لي مساج. وبعدين انا عارف ان مش هتقدري تقولي حاجه من اللي حصل، بس ايه لازمته؟ ايه التهديد؟ هيقتلك ومش هيقتلك؟ لا من جهه هيقتلك. هو هيقتلك. هيقتلني ليه بقى؟ عشان هو بيحب ينضف ورا. لا انا مش فاهم حاجه يا مدام رشا، محتاج ان افهم. يعني لما معادك هيجي. وانت ناسيه ان اسرار نديم باشا كلها في جيبي. ما هو عشان كده يا حلو هيبقى عايز يخلص منك. نديم باشا ما بيحبش الدم. لا والله علي انا برضو. امال دم وليد ده اللي لسه ما نشفتش؟ لا يا مدام رشا، انا ما قتلتش وليد ولا نديم باشا اللي اعمل كده. احنا بس حبينا نورس ودانه عشان ناخد صور الفوتوشوب اللي كان بيهددكم بيها. فوتوشوب؟ هو قال لك ان الصور دي فوتوشوب؟ امال يعني 4 في 6 هتكون ايه يعني؟ يهمك تعرف؟ والله يهمني، ويهمني اعرف كمان انت لسه على ذمته ولا طلقك زي ما انت ما قلت لي امبارح. بس ده موضوع كبير ومحتاج شرح طويل وكلام ورغي، وانا ما بحبش النور بيوترني قوي. ما تقفل النور عشان نتكلم براحتنا، ولا انت بتخاف من الضلمه؟ لا اطفي النور. يا نهار اسود ومنيب ست النيله.